السلام عليك يا سلمى. يبدو بأن فرداً جديداً سينضم لعائلتكم قريباً. يجب أن نتأكد من سلامة والدتك والجنين الذي تحمله عند التنقل بالمركبة. للحفاظ على سلامتهما لابد من لبس حزام الأمان. عدم لبس الحزام يعرض الأم والجنين للخطر، ولكن هل لبس الحزام يؤذي الجنين كما يعتقد البعض؟ هذا غير صحيح. عند لبس الحزام بالطريقة الصحيحة، حجم بطن الحامل في الشهور الأخيرة من الحمل يجعل من ربط الحزام عملية مختلفة قليلاً. يجب أن تتأكد الحامل من مرور الحزام على كتفها ومنطقة الصدر والحوض من دون الضغط على البطن. مرور الجزء العلوي أو السفلي من الحزام على بطن الحامل قد يتسبب في أذى للجنين في حال حدوث حادث لا قدر الله. حسناً يا سلمى، أنتم جاهزون الآن في حفظ الله ورعايته.